السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في الفيديو ده ان شاء الله هقول معلومتين عن العداد الرقمي اللي بيشتغل بيه الكارت الذكي، والمعلومة التانية مهمة جدا لانها هتنقذ ناس كتيرة جدا لو الكهرباء قطعت عندهم ولسه في فلوس. طيب، المعلومة الأولانية اللي لازم نعرفها إن العداد الرقمي محمي ضد زيادة التيار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو الأحمال بتاعتك زادت عن التيار المقنن للعداد، العداد هيفصل الكهرباء عن المنزل بتاعك بشكل أوتوماتيك. على سبيل المثال، لو العداد 40 أمبير، لو الأحمال بتاعتك زادت عن 40 أمبير، يعني 40 وكسر، هيبدأ التيار يفصل عن المنزل بتاعك. والخاصيه ديت لها ميزتين. الميزه الاولانيه هي حمايه العداد من التلف، وبالتالي انت يعني بتحافظ على الفلوس بتاعتك، لان لو العداد حصل له حاجه هتضطر ان انت تجيب عداد جديد بفلوس جديده، وهيبقى في تكلفه زياده عليك. الميزه الثانيه ان شركه الكهرباء بتحمي نفسها من زياده الاحمال، لان شركه الكهرباء لما عملت الدراسه الاوليه وحددت الاحمال بتاعتك قالت لك ان العداد بتاعك التيار المقنن هيبقى بالقيمه كذا، وبالتالي شركه الكهرباء بتحمي نفسها من زياده الاحمال علشان ما يحصلش عندها مشاكل في الشبكه. طيب، المعلومه الثانيه مهمه جدا زي ما قلنا في بدايه الفيديو واللي معظم الناس ما تعرفهاش، ان الرصيد في العداد الرقمي لما بيوصل للحد الادنى، والحد الادنى ده بيتم برمجته عن طريق الشركه، بتبدا لمبه الانذار بتقيد وتطفي، والمعلومه دي كلها عارفينها. ولكن في عدادات اول ما توصل القيمه لاقل من 10 جنيه بتفصل الكهرباء عن الشقه او المنزل، وفي عدادات ثانيه اقل من 5 جنيه، وفي عدادات انت وحظك، يعني كده كده الكهرباء بتفصل عنك لسه في فلوس يا جماعه. طيب، انا العداد دلوقتي فيه فلوس وعايز اشغل الكهرباء لحد ما اشحن الكارت. طيب، بكل بساطه طالما العداد فصل يا جماعه ولسه فيه فلوس، ممكن تشغله بكل سهوله عن طريق الكارت بتاع العداد. والمعلومه الجديده بقى، او عن طريق اي كارت اخر، مش لازم كارت العداد. كارت العداد لما بتحطه بيبقى بيديك الكارت مقبول زي ما باين قدامنا دلوقتي. لو جبت برضو اي كارت لعداد اخر ودخلته، هو الكارت هيبقى غير مقبول، هيشغل لك العداد طالما في فلوس، طالما في فلوس. الطريقه دي احنا جربناها، والطريقه دي جربناها على عداد بكارت غير الكارت بتاعه يا جماعه، وفعلا الكهرباء اشتغلت طالما العداد لسه فيه فلوس. طبعا ده بيديك الفرصه ان انت تشحن الكارت بتاعك، تشحن العداد علشان الكهرباء تشتغل معاك بشكل مستمر. يا ريت نوصل الفيديو ده لاكثر من 100 اعجاب، وشارك الفيديو، ولو اول مره تتفرج عليا في القناه اشترك في القناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده، ولو ليك اي تعليق سيبولي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.